رجل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربي قد قبشني، أي آذاني، ريحها، وأحرقني ذكاؤها، يعني ذهبها، فأصرف وجهي عن النار، فأصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول الله له: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا ربي قربني إلى باب الجنة، قربني إلى باب الجنة. فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، وإلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فلا يزال يدعو، فيقول العلي: إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة، ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، وإلك يا ابن آدم ما أقدرك؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله. وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل: تمنى من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمنى من كذا، فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، وأحسنوا ظنكم به، وأحسنوا ظنكم به، فإنه عند حسن ظن العبد به. أحسنوا ظنكم بربكم، فإنه عند حسن ظن عبده به. ومن حسن ظن العبد بربه حسن العمل، ومن حسن الظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.